الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا التفسير المفصل من القرآن، وما زلنا في سورة التغابن، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 17 من ربيع الأول لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر التاسع لعام 24 و2000. نعم، وقفنا على قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. نعم، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الحمد لله، هذه آيات عظيمة فيها مسائل كثيرة، كلام كثير نافع بإذن الله تعالى، نأتي على ما يسر الله لنا منه. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، قال زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم. هذه من مسائل الجاهلية التي انتشرت عندهم، وهو اعتقادهم بأن الله عز وجل لن يبعث الناس خلقا جديدا، ما في قيامة عند الجاهلية. وهذا ما زال يقول به كثير من الطوائف، يقول: هيهات هيهات لما تعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يقولون: أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فاستبعدوا وكفروا بالآخرة،
فهذا من مسائل الجاهلية اللي كان متفق عليه عندهم، حتى أنهم يعبدون الله حتى يأتيهم في الدنيا، كما إذا غشهم موج أو أصابتهم مصيبة لجأوا إلى الله عز وجل حتى ينجيهم من مصائب الدنيا، وإن كانوا يقرون بالربوبية وأن الله عز وجل خلقهم والله رازقهم، لكن لا يؤمنون بأن الله يبعثهم فيحاسبهم. وذلك الذي لا يؤمن بالبعث يتجرأ على المعاصي على الظلم، لأنه لا يؤمن. أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين يعني يوم القيامة، يوم الناس يدانون بأعمالهم، فلما كان كذب الدين قال فذاك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأن ما يعتقد ولا يؤمن بأن في آخرة. وكذلك الذي يؤمن بالآخرة تجده يستقيم على أمر الله عز وجل، فكلما قوي إيمان العبد واستحضر وقوف بين يد الله عز وجل ورجوع إلى الله ومحاسبته إياه فإنه يستقيم أكثر. إذا كثير ما ربنا جل وعلا يقول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر، يعني إذا كان عندك إيمان بالله واليوم الآخر بأن الله سيحاسبك، إذن افعل كذا افعل كذا، اترك الربا، اتق الله. واضح؟ إذن هذه المسائل الجهلية أنهم ينكرون البعث والنشور والحساب والقيامة والجنة والنار. لما كانت هذه المسائل الجهلية اتفق عليها، جاء القرآن وذكر الله في كتابه أدلة كثيرة متنوعة متكاثرة ومتنوعة. في فرق بين التكاثر والتنوع. متكاثر يعني مكررة، تنوع عدة أدلة يذكرها الله عز وجل يثبت بها بأنه سيعيد الناس خلقا جديدا. من ذلك الإخبار، الخبر يفيد العلم، كما جاء فلان ذهب فلان تزوج فلان، كونه يخبرك. فكيف إذا كان الذي يخبرك الله عز وجل؟ فأخبر الله عز وجل بأنه سيعيد الناس خلقا جديدا، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، أخبر الله عز وجل. فكيف إذا أخبر الله عز وجل وأقسم على هذا الخبر؟ فيقسم الله عز وجل إن عذاب الله لواقع، ما له من دافع. والطور وكتاب المسطور في رق منشور، بيت المعمور والسقف المرفوع، البحر المزور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فيخبر ويقسم، ومن ذلك أمر نبيه أن يقسم كما في هذه الآية. زعم الذين كفروا لا يبعثوا، قل يعني يا رسول الله بلى وربي لتبعثوا. فأمر نبيه أن يقسم بأن الله سيبعث. يستنبئونك حقه قل إي وربي، يقول الله عز وجل فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالخبر مع القسم، ويأمر نبيه أن يقسم، كل ذلك دليل على أثبات البعث. كذلك من الأدلة بأن الله يذكر بأنه هو الذي بدأ الخلق وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده وهو هون عليه، فكونه بدأ الخلق فما الذي يعجزه أن يعيده مرة أخرى؟ وهذا أيضا ذكر الله في مواضع. ومن ذلك بأن الله يذكر في مواضع من كتابه بأنه جل وعلا هو الذي خلقهم أول مرة أطوارا، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ثم يقول ثم يخرجكم طفلة ثم يخرجكم خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنكم يوم قيامته تبعثون. فيلفت أنظار الناس، يعني ما الذي يجعلك تشك بأن الله يخلق خلقا جديدا؟ ما هو الذي خلقك أول مرة بهذه الأطوار فقادر أن يخلقك مرة أخرى ليحاسبك؟ ثم من الأدلة يبين بأن لو لم يبعث ويحاسب لكان هذا في غاية العبث واللعب الذي تنزه الله عز وجل. فمن اللعب والعبث بأن الله يخلقه سدى هملا، لا يأمر ولا ينهى ولا يجازي. فقال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ومن ذلك أنه لو لم يبعثهم لتساوى المحسن والمسيء، وهذا ما لا يليق بأحد الناس فضلا يليق بالله عز وجل. كيف يخلق الناس ثم يموتون يكون ترابا، ولا يجازي المحسن على إحسانه ولا المسيء على إساءته؟ فقال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ وقال جل وعلا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني لو لم يبعثوا لاستووا. أما الذي آمن وعمل الصالحات فلهم جنة المأوى ونزلا بما كانوا يعملون، وأما الذي فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرج منها وعيدوا فيها.
كلها أدلة. كذلك بأن الله عز وجل في مواضع من كتابه أمر عباده أن يتأملوا حال الأرض الميتة، وترى الأرض هامدة وترى الأرض ميتة، صح؟ فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فأحياء الله عز وجل. كذلك من الأدلة بأن الله عز وجل يقول بأنه خلق ما هو أعظم من الإنسان، لخلق السماوات الأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذي خلق السماوات الأرض أيعجزه أن يخلق الإنسان مرة أخرى وقد بدأه بالخلق؟ يعني دليل قاطع هذا. وذاك العرب يقولون من كان قادر على أن يحمل القنطار وهو وزن ثقيل فهو أقدر على أن يحمل الأوقية. الأوقية وزن خفيف توزن فيه أشياء خفيفة، ها؟ القنطار توزن فيه أشياء بالأطنان. فيقول من كان قادر على أن يحمل القنطار فهو أولى أن يحمل الأوقية. أوليس الذي خلق السماوات الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، بلى، وهو الخلاق العليم. فمن الأدلة بأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. لأن العجز من أين يأتي؟ إما نقص في العلم وإما نقص في القدرة. فإذا كان الله عز وجل هو العليم الكامل في علمه والقدير الكامل في قدرته، فما الذي يعجزه؟ فذلك يقول الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إن الناس يموتون يروحون في الأرض، وعندنا كتاب حفيظ. فالله حافظ هذا كله، فلا تخفى عليه خافية. هو الخالق العليم القدير ولا يعجزه شيء، بما أنه كامل في علمه وكامل في قدرته. والعجز إنما يأتي إيش؟ إما نقص في العلم وإما نقص في القدرة. فهذه أدلة وغير من الأدلة متنوعة ومتكررة في كتاب الله عز وجل. كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك تبعثون، كلها دالة على أن إيش؟ أن الله يبعث الناس خلقا جديدا. فهذه من مسائل الجاهلية وإنكار البعث، لما كانت منتشرة ومتأصلة في قلوبهم، ناسب أن يذكر الله عز وجل في كتابه مواضع كثيرة تدل على قدرته على أن يحيي الناس خلقا جديدا، وعدهم بذلك وأقسم جل وعلا على ذلك، وأمر نبيه أن يقسم، وأتى بالأدلة الكثيرة التي تدل على ماذا؟ على أنه يحيي الموتى ويحاسبهم يوم القيامة. أيضا يذكرون من ذلك، ذكر الله من ذلك ماذا؟ أنه أمات أقواما وحياهم، صح؟ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم. وذاك الرجل الذي قتل في بني إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبح بقرة ويضربه ببعضها فأحياه الله عز وجل. وكذلك بني إسرائيل منهم من أخذت الصاعقة فماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. وكذلك أصحاب الكهف الذين ناموا نومة طويلة تجاوز 300 سنة فبعثهم الله، والنوم نوع من الوفاة، دليل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون. فكما أن الإنسان ينام ويستيقظ ينام ويستيقظ كذلك سيموت ثم يبعثه الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر أيضا مثل قصة ذاك الرجل الذي أو كالذي مر على قرية وهي خاوت على عرشه قال أنه يحيي هذه الله بعد موته، فماته الله كم؟ 100 عام ثم بعثه. وإبراهيم عليه السلام كذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فأخذ 4 من الطير فصرهن عليك، يعني بعد ما تقطعها، وجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك السائل، واعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا وهذا أدلة كثيرة. وذلك أكثر ما يكثر الله من ذكر ذاك وين؟ في القرآن المكي ولا المدني؟ ها في المكي، لأن الناس أكثر كانوا ينكرون البعث، ويذكر هذا أيضا في المدني، والمسلم محتاج إليه. حتى المسلم المؤمن باليوم الآخر محتاج أن يتذكر اليوم الآخر، ولذلك يقرأ في الفاتحة ويسمع في كل ركعة ماذا يا إخوان؟ مالك يوم الدين، والله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء يجازي العباد. وإذاك تعجب من إنسان يؤمن بيوم الدين ويصر على المعاصي، يصر على الظلم، يصر على الشرك، كأنه لن يموت، كأنه لن يبعث، كأنه لن يحاسب. فذاك ربنا يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. ما بالكم تغشون تفعلون وأنتم ستبعثون ليوم عظيم سيحاسبكم الله عز وجل. فالمسلم أن يقوي إيمانه بهذا اليوم يوم الآخر، ركن من أركان الإيمان أقسم الله أن يقيمه، أقسم الله أن يقيم هذا اليوم، وهذا من كماله وعدله
رحمته وفضله وقوته وجبروته، لابد أن يحيي الناس خلقا جديدا ويجازي المحسنين على أحسانهم والمسيء على سيئاتهم. واضح؟ زعم الذين كفروا لن يبعثوا. نعم. قل يعني أيها الرسول، قال قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث بلى وربي لتبعثن يوم القيامة. وهذا قسم عظيم، قسم بالله عز وجل، قل بلى وربي، هذا توكيد قسم. وبعد ثم لتبعثن، هذا إيش؟ اللام للتوكيد والنون للتوكيد. شوف قسم ولام، لام التوكيد ونون التوكيد. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. نعم. قال ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء. نعم. قل من يعيدنا؟ قل الذي خلقكم أول مرة. نعم. كمل. قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نعم. قال فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها. فآمنوا بالله ورسوله والنور، هذه ثلاث أركان من أركان الإيمان، إيمان بالله وإيمان بالرسول وإيمان بالنور اللي هو القرآن. والإيمان أركان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ليس كذلك؟ والقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل، أو أنه ركن من أركان الإيمان، لكن أصل الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل، وما بعده متفرع. فتارة يذكر الله الإيمان بالله واليوم الآخر، تارة يذكر الله الإيمان بالله ورسوله. هنا ذكر الإيمان بالله ورسوله والنور، يعني القرآن، ها القرآن، ولكن جعلناه نورا، الله جعل القرآن نورا، جعله روحا. انتبهتم؟ يقول فآمنوا بالله أيها الناس وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن. القرآن يعني والنور الذي أنزلنا، فهو القرآن لأنه نور وهداية، وهو الذي أنزله الله عز وجل. نعم. الذي أنزلناه على رسولنا، إذن القرآن نور ومنزل من الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والله بما تعملون خبير. الخبير عليم، ترى يذكر الله عز وجل العليم الخبير، ترى يذكر الخبير فقط، ترى يذكر العليم فقط. العليم الخبير بمعنى واحد، لكن عند اجتماعهما، عند اجتماعهما فيفسر العليم بأنه يعلم ظواهر الأمور والخبير يعلم خفايا الأمور، لكن إذا ذكر الخبير وحده معناه يعلم الظاهر والخفي، ويذكر العليم وحده يعلم الظاهر والخفي. والله بما تعملون خبير، يعني خبير بأعمالكم أو خبير بالذي تعملونه، إما خبير بأعمالكم تكون مصدرية أو موصولة، خبير بالذي تعملونه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. كونه يعلم إذن سيجازي، ها هذا حتى الناس يستعملون هذا الأسلوب ولا لا؟ يقول أنا عارف، عارف اللي يشتغل اللي ما يشتغل، أنا عارف اللي يتأخر واللي ما يتأخر، يعني بما أنك تعرف إذن إيش ستجازي، ها ترى أنا عارف كل شيء إيش يصير، هل يستعمل الناس هذا الكلام؟ فالمراد أن الله خبير جل وعلا ليجازي، ليس خبير يعني فقط أنه يعلم، لكن يعلم حتى يجازي على أعمالهم. فذلك قال آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، فلأنه خبير بأعمالكم وما تعملون وما تقولون وما تكون صدوركم وما تعلنون وما تسرون، إذا سيجازيكم عليها. من متى هذا؟ متى سيجازيكم عليها؟ قال يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري تحت النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم. قال اذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم. طيب يوم يجمعكم ليوم الجمع، إذن يوم الجمع هذا إيش يا أخوان؟ أحد أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة، وكل أسماء يوم القيامة أعلام وأوصاف، يعني ما من يوم، ما من اسم ليوم القيامة إلا وله معنى يدل على أحداث عظيمة تقع. ف
فمثلا هو يوم القيامة لأنه تقوم فيه الموازين، ولأن الناس يقوموا لرب العالمين. اليوم الآخر لأن آخر ليلة من ليالي الدنيا صبيحتها إيش؟ يوم القيامة. يوم الجمع لأن الله يجمع الأولين والآخرين. يوم البعث لأن الله يبعث الناس من قبورهم. يوم الحشر لأن الله يحشرهم. يوم الحساب لأن الله يحاسبهم. يوم الجزاء لأن الله يجازيهم. وهكذا يوم الحسرة، يوم الندامة، يوم التغابن. فكل أسماء يوم القيامة متنوعة كثيرة، حاقة، واقعة، طامة، صاخة، كلها معاني تدل على وقائع عظيمة تقع في ذلك اليوم العظيم. اليوم العظيم أيضا من أسماء يوم القيامة اليوم العظيم. قل يوم يجمعكم اليوم الجمع لأن الله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين. طيب بعدين يجمعهم لماذا؟ قال ليجازيهم على أعمالهم، يجازيكم على أعمالكم. إذن ويبعثهم ويحشرهم ويجمعهم ويحاسبهم ويجازيهم. ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. طيب ذلك يوم التغابن، تغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ، تغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ. حتى في بيع اسمه بيع التغابن. ها كيف يعني التغابن؟ يعني واحد يفوته الحظ يبيع ما هو بثمن غال مرتفع إلى بثمن منخفض، اسمه هذا غبن، حاجة قيمتها 10,000 وما يعرف راح بها ب1,000، هذا يا شهوة مغبون صح؟ أو حاجة يشتريها قيمتها 1,000 فغشه راح اشتراها ب10,000، هذا إيش؟ مغبون. وإذا ثبت في الفقه، يعني إذا ثبت أن أحد مغبون سواء البائع أو المشتري، فمن حقه أن يطالب بفسخ العقد لأنه غبن. وإذا أبى البائع الثاني، الطرف الثاني، فمن حق القاضي أن ينظر، فإذا فعلا هذا مغبون بالشراء أو مغبون بالبيع أن يفسخ العقد. لكن أعظم غبن هو ماذا يا أخوان في الدنيا؟ أعظم غبن ضياع العمر وعدم الاستفادة من الصحة. اثنتان مغبون فيه كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والفراغ. مش مستفيد من صحته، يبذلها في ما حرم الله، يبذلها في القيل والقال، يبذلها في المعاصي، مثل اللي يدخن ويشرب الخمور أو يتعاطى المخدرات، مو مستفيد من صحته، أو يجعلها في معاصي الله عز وجل، أو في الفجور أو في الظلم أو في السرقات. صحة مستعملها في الإثم. الفراغ ونضيع الوقت، نضيع الوقت يعني ما يستفيد منه لا دين ولا دنيا، لا يرتاح فيه حتى يتقوى على طاعة الله، ولا يكسب فيه الحسنات، ولا يقل من السيئات، ولا يصل أرحام، ولا بر والدين، ولا يقوم بتربية أولاده، ولا نضيع عمره ووقته. فكثير من الناس مغبون بالصحة والفراغ. يوم القيامة يوم التغابن، لأن راح يكون هناك من هو خاسر خسران مبين. وما من إنسان إلا خلق الله له مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار صح؟ فالذي يدخل النار هو في قبره يرى مقعده من الجنة، ماذا يقال له؟ هذا مقعدك لو أطعت الله، فيزداد ماذا؟ حسرة فات شفت. والذي يدخل الجنة من الجنة يرى أو يرى هو ها مقعده في النار، ماذا يقال له؟ هذا مقعدك لو عصيت الله، فيزداد فرحا أن أنجاه الله عز وجل. انتبهتم؟ فيوم القيامة حينئذ يرث المؤمنون منازل الكفار اللي كان قد أعد الله لهم لو آمنوا، هما آمنوا. فش يصير في الكافر؟ يكون مغبون غبن عظيم فاحش كبير جدا، فاتته الجنة ودخل النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. طيب العكس، الذي يحرم من الجنة ويدخل النار فهذا مغبون، هذا الخسران الخسران المبين. عرفتم لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ قال التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ، فالكافر فاته مقعده من الجنة ودخل النار،
ولذلك يتحسر حسرة ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. ومن يؤمن بالله، قال ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا. الله أكبر. لا يخرج بالمقابل أولئك الذين غبنوا وضاعت مقاعدهم في الجنة، هناك من يؤمن قد آمن بالله في دنياه وعمل صالحا، فإن الله كفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا. يكثر الله عز وجل من ذكر التأبيد في الخلود في الجنة أكثر من ذكر التأبيد في الخلود في النار. يعني إذا ذكر النار يقول خالدين فيها، ذكر الجنة يقول خالد فيها أبدا، لكن في مواضع، أربع مواضع قال الله عن أهل النار خالدين فيها أبدا، في سورة الجن وسورة الأحزاب وسورة النساء. لكن المقصود لماذا يؤكد أبدا في الجنة أكثر من تأكيد أبدا في النار؟ قال لأن الناس تصدق سريعا في الوعيد ولا تصدق في الوعد. يعني قيل في أشياء زينة إن شاء الله راح تصير، في زيادات في كذا، الناس من زمان نسمع، لكن خلي يقولون إيش، في ارتفاع بالأسعار، في خصومات، في كذا، في مخالفات، على طول الناس تصدق. فالتصديق في السلبيات أسرع من التصديق في الإيجابيات. فناسب أن يؤكد الله عز وجل في الوعد في الجنة فيقول خالدين فيها أبدا. كلمة أبدا ذكرت مع الجنة أكثر من ذكر أبدا مع خلود أهل النار في النار. وأحيانا نذكر الخلود في الجنة وفي النار من غير ذكر أبدا. واضح؟ يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، يعني خالدين يعني ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها. نعم. قال ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم. انقطاع النعيم هو ما ينكد. لو إنسان في سعادة تامة في الدنيا، مبسوط مع أهله، مع أولاده، في ماله، في جو لطيف، في سفر، في حضر، في طعام، في شراب، ما الذي نقص عليه؟ أن دوام الحال من المحال. لابد إن كان في شبابه لابد أن يتقدم في السن، إن كان في قوته لازم يضعف، إذا كان في صحته لابد أن يمرض، إذا كان في سرور لابد أن يحزن. أبدا هذه الدنيا مما ينقصها أنها ما تستمر على حال، حتى من سعد فيها فإن لابد أن يتراجع. أما الآخرة فلهم فيها أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، نعيم أبدي سرمدي. ولذلك هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. قال ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. هو الفوز العظيم. الفوز العظيم بالألف واللام، الفوز الاستغراق، يعني كل الفوز العظيم، كل العظمة، فليس ثم فوز أعظم منه أن الإنسان يدخل الجنة وينجو من النار، ذلك الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. مقابل هؤلاء الذين فازوا الفوز العظيم، مقابلهم الذين كفروا. نعم. قال والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا وقبح المصير مصيرهم. نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا بالله، وفي كفر بالرسول، باليوم الآخر، بالملائكة، كل ما هو كفر فهو يعتبر كفر بالله عز وجل، لأنه تكذيب لله عز وجل. فأي واحد ينكر القيامة كافر بالقيامة، هو كافر بالله. أي واحد يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر، الرسول صلى الله عليه وسلم كافر بالله عز وجل. أي واحد يكذب الله ورسوله فهو كاذب، الذي كذب الآيات فهو كافر. فذاك الله جل وعلا يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. أصحاب جمع صاحب، وإنما سموا أصحاب النار لملازمتهم للنار. إن عذابها كان غرامة، يعني كمصاحبة الغريم لغريمه. إذا واحد
عنده غريم يطالبه ويماطله ثم تمكن منه، ماذا يفعل به؟ تمسك بها، تعال صار لي سنتين ابحث عنك، ما يتركه. النار لاصحابها سمي اصحاب لهم وصاحب لهم، وهي متمسكه بهم، وكلما اراد يخرج منها اعيد فيها، فيسمون ماذا؟ اهل النار، ها، ويسمون اصحاب النار لملازمتهم لهم وملازمتها لهم، نعوذ بالله من سوء الحال. وهذا دخولهم النار واصحاب لها خالدين فيها، يمكثون فيها ابد الابدين، لا يخرجون ابدا، كلما اراد يخرج منها اعيد فيها ولهم عذاب مقيم لخالدين فيها أبدا لا يخرج منها أعوذ بالله. يقول وبئس المصير، يعني مصيرهم قبيح، إيش أقبح من هذا وهو في النار؟ لا منظر أفظع قباحة من النار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيته منظر أقبح قط من النار، نعوذ بالله. يغاثون، يستغيثون فيغاثون. كيف يستغيثون؟ يعني يطلبون ماذا؟ الغوث، أن يسقوا، فيسقون أو لا يسقون؟ يسقون، لكن بماء كالمهن يشوي الوجوه. يجوعون فيأتيهم الطعام، لكنهم طعامهم ماذا؟ الزقوم. يتمنون الموت لكن ما يأتيهم. يود أحدهم إيش؟ أن يموت. ينادون مالكا خازن النار ليقضى على ربك، قال إنكم ماكثون. يأتي أحدهم الموت من كل، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت وما هم منها بخارجين، نسأل الله. يعني هذا الشيء ما بعده شيء من الفظاعة والعذاب والإهانة، نعوذ بالله. يلعن بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا ويعيشون، يعني طيب ما يحترقون؟ النار شديدة، نعم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله. طيب يعني تسادهم؟ لا، تعظم أجسادهم يوم القيامة في جهنم، حتى ضرس الواحد الكافر في جهنم كجبل أحد، جبل أحد ضخم بالمدينة، حتى في الليل يبين من ضخامته كيلوات، ومع ذلك ضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وما بين عاتقيه مسيرة شهر. شوف كيف يعني هذا الكافر يوم، ومقعده كما بين مكة والمدينة، الكافر الواحد، وقعرها بعيد وحرها شديد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة، يعني صوت سمعه الصحابة، ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال صوت حجر ألقي من فوه جهنم منذ 70 خريفا، شوفوا نازل 70 خريف، ما بلغ قعرها إلا الآن، يعني واسع جدا. ولذلك الله جل وعلا يقول في كتابه وجيء يومئذ بجهنم، شلون جيء؟ يعني يأتي بها الملائكة يجرونها لها 70,000 زمام، وجر كل زمام يمسك كم؟ 70,000 ملك. ولذلك العاقل ما يقول يعني حشر مع الناس عيد وياهم وياهم، إذا هلك الناس هلكنا معهم، لا، كيف إذا هلك الناس تهلك معهم؟ ترى جهنم واسعة تسع، حتى أنها ما تزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدمه وفي رواية رجله فتقول قط قط، يعني يكفي يكفي. وقد أقسم الله لأملأن جهنم منكم أجمعين، أقسم الله يملأها من الجن والإنس، نعوذ بالله من عذاب الله. فلذلك المسلم يخاف من النار، فلذلك خوفنا الله، قال يا أيها الذي آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا قلت أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أو قلت مثلا اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، النار نفسها ماذا تقول؟ اللهم أجره مني. إذا قلت اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة، الجنة ماذا تقول؟ اللهم أدخله الجنة. النار نفسها ما تحملت نفسها من شدة حرها، اشتكت إلى الله عز وجل، قالت أكل بعضي بعض من شدة الحر، أشفق الله عليه، أخذ من نفسي، لأن لها نفسي زفير شهيق وزفير، أشفق الله عليه أخذ من نفسه، نفس أشد ما تجده من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجد من زمهرير في الشتاء. هذا فقط هي تشتكي من نفسها، تقول يا ربي أكل بعضي بعض من شدة الحر، نعوذ بالله نعوذ بالله. فلذلك على المسلم أن يخاف من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة. الكلمة الحسنة، الابتسامة، التسبيح، التهليل، قراءة القرآن، خطى المساجد، انتظار الصلاة،
جلوس بعد الصلاة، الإحسان للناس، البر، الصلة. حاول كثر ما تستطيع في هذه الدنيا، في دنياكم وباقي من عمرك، أن تجمع الحسنات وأن تقلل من السيئات، وأن تتوب الله عز وجل يبدل الله سيئاتك حسنات. النار، النار يا عباد الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين فيها وبئس المصير. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. نعم. قال: ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي الإذن؟ الشرعي ولا القدر الكوني؟ القدر الكوني، لأن ربنا جل وعلا ما يشرع المصائب، تشريع ما يشرع إلا ما يحبه جل وعلا ويرضاه، لكن القضاء الذي يقضيه كونا يقضي الله ما يشاء من مصائب من نعم، يقضي الله ما يشاء لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. فإذا قضى على عبده بمصيبة ولا بد من المصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا يعقل ايش ما يموت لك احد، ما تمرض، ما تخسر، كل شيء، ما في شيء الا ويتعرض للنقصان كما يتعرض للزياده. اما صحتك يعني تتراجع ثم تتحسن، اما موت القريب انت ستموت، اما خسران، اما على طول هكذا حال الدنيا. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فربنا يقول ان ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة تصيبك يا عبد الله، إلا بإذن الله، الله يعلمها وقدرها تقدير الكوني. ففي الإذن يأتي إذن قدري كوني، يأتي إذن شرعي. ها طيب، يعني مثلا أذن الله، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني أذن لهم شرعا أن يجاهدوا. أذن الله، ما أذن الله لأحد أن يتغنى، ما أذن يعني كما أذن التغني بالقرآن، يعني إذن شرعي هذا. في إذن كوني قدري يكون بإذن الله عز وجل على علم وحكمة منه سبحانه وتعالى. طيب، قال: ما أصاب من مصيبة في نفسه من مال أو ولد إلا بقضاء الله وقدره، يعني إذنه الكوني القدري. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أن هذا من الله عز وجل. فإذا آمن بقضاء الله وقدره سلم واسترجع. سمع استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة تقال عند المصيبة مع التفكر والتدبر لمعناها. إنا لله يعني خلقا وملكا وتدبيرا، يفعل بنا ما يشاء، إن شاء رزقنا، إن شاء منعنا، إن شاء رفعنا، إن شاء خفضنا، إن شاء قبض أرواحنا، إن شاء أرسلها، يفعل بنا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن لله، شيء لله يملك، خلقه ويملكه ويدبره، لا منازع له في الخلق ولا الملك ولا التدبير. إن لله وإنا إليه راجعون، شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، الكل سيرجع إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كادحا فملاقي، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وإليه المصير. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة من خسارة، من وفاة أقرباء، قد يفقد شيء من بدنه، هو حي يبتر منه شيء، يذهب سمعه بصره، تذهب عين، تذهب أذن، يذهب سمع، يذهب منفع من منافعه، تقطع يده، تبتر، يعني هذا كله وارد. فيعلم بأن هذا من أمر الله عز وجل، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ما في شيء يستمر، كل شيء له قدر. فيؤمن يعلم بأن هذا من الله، فيصبر ويحتسب ويستسلم ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب الأجر وينتظر الثواب من الله عز وجل. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا خيرا منها، والله بكل شيء عليم. يعني ما أصابك وما لم يصبك
وما أعطاك وما منعك وما مد وما أنقص وما زاد، كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا تخفى خافية. قال والله بكل شيء عليم. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله. فإن توليتم يعني أعرضتم، وهذا الإعراض قد يكون إيش بعد العلم أو لعدم التعلم، يعني واحد يقول أنا ما أريد تعلم، أريد أن يذهب إلى دنياه، إلى الشهرة، إلى المال، إلى النساء، إلى فساد، إلى المسكرات، المخدرات، أعرض، هذا إعراض. أو أنه يذكر بآيات الله عز وجل فيعرض عنها، يعني يعرف الحق ويعرض عنه، أو لا يتعلم هو لا يحرص عليه، هذا إعراض وهذا إعراض. قال جل وعلا فإن توليتم عن طاعة الله ورسوله، إما أن لا تبالوا في ذلك ولا تسمعوا له ولا تحرصوا عليه، أو تعرف الحق وتخالفوا متعمدين، فإنما نعم. قال فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا تبليغ ما وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ للناس ما نزل عليهم من ربه، أن يبين لهم البلاغ المبين التي تقوم فيه الحجة. فما من شيء يحتاج إليه الناس إلا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ما قبض إلا وقد بين كل شيء يحتاج الناس، حتى إيش قبيل أن يقبض أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا، كيف يبحث الإنسان عن غيره؟ بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا مبينا واضحا لا ينقصه شيء. نعم. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تفضل. قال الله هو المعبود بحق لا معبود بحق غيره، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. نعم. الله لا إله إلا هو، كلمة التوحيد معناها، معناها واضح، ما كان العرب يحتاجون إلى توضيح، يفهمون العربية، حتى المشرك منهم يفهم معناها، فإذا كأبوا أن يقولوها، يقولها كيف إذا قلناها لا نترك الأصنام، فكان يقول أجعل الآلهة إلها واحدا، أن هذا شيء عجاب. وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون، ويقول إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، يعني يلزم منه أن يتركوا الآلهة، يفهمون ذلك. لكن لما الناس بعد عن فهم كلام الله ورسوله وعن لغة العرب، جاء العلماء لورث الأنبياء فوضحوها، معنى لا إله الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، بأي عبارة ممتد على هذا المعنى، حق أو بحق أو مستحق أو يستحق. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يستحق ولا بحق، لكن إيش؟ لأن مفهوم عندهم. ولذلك قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير، وأن الله العلي الكبير. فإذا فسرها العلماء، لا يتكي من يقول، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله الله يعني لا معبود حق إلا الله كما تقولون لا معبود بحق، ما كان أصلا يحتاج الناس أن يعلم أحد بذلك، بدليل أنهم أبوا أن يقولوها، صح ولا عبد الله؟ نايم أبوا أن يقولوها، الدليل أنهم أبوا، حطنا دليل من القرآن أنهم أبوا أن يقولوها. أحسنت، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقول إنا تاركوا آلهتنا شاعر مجنون، إذن هم أبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون إذا قلناها يعني نترك الأصنام، نترك الأوثان، نترك عبادة الأولياء، ما يصلح عندما كذا. لكن ممن ينتسب اليوم للإسلام، اليوم قبل اليوم يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، إذن هؤلاء الذي أبوا أن يقولوها أعلم بلا إله الله من هؤلاء الذين يقولونها وهم ينقضونها. أولئك قالوا إذا قلناها لا نترك عبادة الأصنام، عندهم هذا ما يصلح، أجعل الآلهة إلها واحدا، لا ما أبوا أن يقولوها لأنهم فاهمين معناها، بينما هؤلاء يقولونها ويعبدون الأولياء.
إذن أولئك المشرك الأول أعلم بلا إله الله من مشرك هذا الزمان. وأما المسلم فيقول لا إله الله وهو يعلم معناها، وقد أمر الله بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وسبحان الله، هذه الآية فاعلم أنه لا إله الله آية مدنية في سورة محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بلا إله الله وجاهد في سبيلها ويعلمها الناس ويكررها ويقول قولوا لا إله الله تفلحوا، بعد سنوات من بعثته ينزل الله قرآنه ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يدلك على ماذا؟ أن لابد إيش؟ أن نستمر ونحن نعلم أن لا إله الله، لا تنساها، لا تغفل عنها، ها؟ لا تهملها، لا تجعلها ظهريا أو آخر اهتماماتك أو فهمناها وانتهينا، لا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بها وبعث بها وأرسل بها يكرر الله عليه بعد سنوات من إنزال القرآن من بعثته في سورة محمد صلى الله عليه وسلم على محمد في المدينة يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلذلك يكرره الله في كتابه كثيرا وكثيرا جدا، وهذه آية مكية، سورة مدنية تغابن، ومع ذلك الله جل يقول الله لا إله إلا هو، لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله قدم ما حقه التأخير، لماذا؟ يفيد حصل، يعني على الله وحده لا على أحد غيره. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع إيش؟ الأخذ بالأسباب، يعني هو الثقة بالله عز وجل كاملة بأنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر، هو الذي يجلب النفع والذي يدفع الضر، مع الأخذ بالأسباب الشرعية المشروعة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم في آية قبلها يا أيها الذين نعم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم قال يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم فاحذروهم أن يؤثروا فيكم وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم والجزاء من جنس العمل. الله أكبر. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن بعض من أسلم أراد أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده وأجلسه إيش الزوجة والأولاد، كيف تتركنا، كيف تهاجر وتدعنا في هذا المكان، لا تهاجر حتى فتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصبحت مكة دار إسلام، فحينئذ لا هجرة بعد الفتح. إذن هؤلاء إيش اللي أسلموا ما هاجروا، فاتهم أن يهاجروا، لو هاجروا كانوا من المهاجرين، والمهاجرون أفضل من الأنصار، ومن آمن قبل الفتح وأنفق أعظم درجة ممن آمن من بعد وأنفق، ففاتهم هذا الشأن العظيم وهو الهجرة. وماذا فاتهم بعد؟ لما وجدوا أن من هاجر قبلهم ورجع إلى مكة وجدوا قد تفقه في الدين، الناس فهمت وتفقهت، وإحنا جالسين في مكة ما هاجرنا، يعني تصور لو هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم لظفروا بالجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، بالتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لظفروا إيش في شرف الهجرة، كل هذا فاتهم. والسبب الزوجات والأولاد، لا تهاجر، لا تدع كيف تدع في هذا المكان حتى فتحت مكة وفاتهم الهجرة وفاتهم العلم وتفقه في الدين ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة خلفه وحضر خطبه وكلماته والتخلق بأخلاقه والاقتداء به والجهاد في سبيل الله معه، كل هذا فاتهم. فأرادوا أن يبطشوا بأزواجهم وأولادهم الذين إيش كانوا سببا لتثبيطهم من أو عن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ فإذا قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يعني العدو هنا المراد أنه سبب للتقاعس، سبب لفوات الخير العظيم الذي فاتكم، فاحذروهم أن يكون سبب في ذلك، لأن بعض الناس إلى يومنا هذا ربما إرضاء للزوجة فيعصي الله عز وجل، إرضاء للأولاد فيعصي الله عز وجل،
سفرنا مكان فلان، اشتلنا شيء فلان، يعطنا كذا، كل الناس فعلت، وهو يضطر يتساهل ليش؟ لضغطهم إياه وإلحاحهم عليه، فيخسر من دينه كثيرا بسبب الزوجة والأولاد. طيب ماذا يفعل؟ جاهد، جاهد، نصيحة بالصبر، وكلما زاد يعني الجهاد كلما زاد الأجر. لمك تقول لك الزوجة كل الناس، هذا عيال أخوانك، هذا عيال خواتك، مش معنا إحنا كل الناس تفعل، بس إحنا ما عندنا، لا تعقد الأولاد، حجبها صغيرة حد الآن تو الناس على. ها في ضغوط شديدة، أنت ماذا تفعل؟ تجاهد 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 تجاهد. كلما كانت الضغوط أكثر والفتن أعظم وأنت تمسك بدينك، كلما زاد أجرك أعظم. فالأمر يحتاج مجاهدة، جهاد عظيم جدا. يقول يا أيوه، حتى يقول إيش، ما يكبر رأس إلا ما يشيب رأس، يعني الطفل هذا ما يكبر إلا عقب إيش، ما شيب رأسك، على ما يعقل، على ما يفهم، على ما. وبعدين في أولاد تفاوتون في شقاوتهم، في مشاكلهم، في جرأتهم، في انحرافهم مع المجتمع، مع المخدرات والمسكرات ووسائل الإعلام، مع أشياء كثيرة جدا. يعني حتى المساجد فيها فتن، فيها أفكار، ناس عندها أفكار منحرفة، في ناس عندها تكفير، في ناس عندها بدع، في ناس عندها تحزبات، في ناس ممكن إيش يقلبون حتى الأولاد على ولاة أمورهم، على بلادهم، على علمائهم، حتى على أهليهم. ما في ناس قتل بيد أولاده؟ لماذا؟ أعطوهم فكر خارجي فقتل أمه وأبه، قتل أقرباءه. شوف يعني، شوف الأمر شديد جدا. فتنة، اختبار، ابتلاء، حتى أقرب الناس إليك اللي تحبهم حتى أكثر من نفسك، مع ذلك هم مصدر الفتنة والاختبار. الدنيا كلها اختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهؤلاء أقعدوا الآباء عن الهجرة، أين تتركنا؟ كيف تتركنا؟ فاتتهم الهجرة، فاتهم العلم، فاتهم الفقه في الدين، فاتهم الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهم سماع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاتهم الجهاد في سبيل الله مع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتهم أشياء كثيرة جدا. تأخر إسلامهم، تأخر الحكم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك حتى من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد الهجرة بغليل بيسير، ها، بخلاف من هاجر فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات. فلذلك قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني لا تبطشوا بهم، خلاص اللي صار صار، فإن الله غفور رحيم. يعني فإن الله بما أنه غفور رحيم يحب من عباده أن يعفوا وأن يصفحوا وأن يغفروا. وقوله جل وعلا وتغفروا دليل على أن حتى الإنسان يغفر، ها، واضح الإنسان يعفو ويصفح كذلك إيش يغفر. نعم، لأن الجزاء من جنس العمل، فالذي يعفو ويصفح ويغفر فإن الله يغفر له ويرحمه. ثم قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. نعم، قال: إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة أولاده وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. صحيح، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وابتلاء. ولذا الحديث: الأولاد مجمنة مبخلة، مجمنة مبخلة، يعني تخلي الواحد خاف النجاة في سبيل الله، عيالي أيتام عقبين، مبخلة خاف ينفق، والأولاد محتاجين، ها صح. فهذه حتى كثير من الناس اللي شوي كان عنده مغامرات، ولا كان لما صار عنده أولاد هدأ شوي، صح، كان يسرع أول قام يهدأ، كان مثل أخ عبد الله كان مظلي يطب من الطيارة، شوفون هذا عبد الله من عقبها صار عنده أولاد، قال لا يبا أولادي، ها، شاف هذا طاح، هذا مات، كان شنو مظلي، خلاص أول كان رشيق وضعيف يطب، الحلاش يطب، ها صار ولا. فلكن ما يخال مظلي ذاك خير تركتها، ولا السرعة ولا التهور الزايد، لكن ما تترك طاعة الله ورسوله من أجل الأولاد ولا الزوجة ولا، لا، أصلا خلقت لتعبد الله. فالاختبار والابتلاء حتى من الأولاد والزوجة، فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار،
ينظر الله ماذا تصنعون. والله عنده أجر عظيم، يعني لو أن إنسان آثر طاعة الله عز وجل على الأولاد وعلى الأبو وتجميع الأموال، فإن الله سيجازيه ما هو أعظم من ذلك، وهو الجنة والرضا. نعم. استمر. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قال: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقه الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه. أيوة. فاتقوا الله ما استطعتم. قيل أن هذه الآية ناسخة لقول الله عز وجل في آية أخرى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته يعني أن تعصي الله، أن تطيع الله فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن يجد حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك، فتستقيم استقامة تامة. هذا اللي تقى الله حق تقوى. هذا صعب وليس بصعب، صعب جدا. فنسخت هذه الآية بقول: فاتقوا الله ما استطعتم على قدرتكم. والأحسن من القول بالنسخ، لأن النسخ يقتضي ماذا يا إخوان؟ أن تهمل أحد النصين وتأخذ بالثاني. يعني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إذا قلنا منسوخة بقول: فاتقوا الله ما استطعتم، إيش الحكم هذا؟ خلاص منسوخ معلق. لكن قال: لا، إذا تجمع بين النصين أولى من القول بالناسخ والمنسوخ. كيف؟ اتقوا الله حق تقاته على قدر استطاعتكم. واضح؟ فنتقي الله حيث أمر الله عز وجل بقدر استطاعتنا، فما في ناسخ ولا منسوخ، وإنما هذا في تقييد: اتقوا الله حق تقاته بقدر ما تستطيعون. فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله تكون بما هذا من امتثال الأوامر واجتناب النواهي وطاعة الله ورسوله والنابة التوبة نصوحا والنابة إليه. ما استطعتم من ذلك سبيلا، إلى طريق التوبة وسبيلها بالطاعة والاستقامة على قدر استطعتم. واسمعوا لما تؤمر به، وأطيعوا. عكس السمع والطاعة السمع المعصي، مثل إيش؟ بني إسرائيل قال: سمعنا وعصينا. وأما المؤمن ماذا قالوا؟ قال: سمعنا وأطعنا. تقصيرنا قال: غفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا نسمع ونطيع، لكن إذا قصرنا يا رب اغفر لنا ما قصرنا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني ما تنفقونه فهذا لأنفسكم، أنتم الذين تنفعون من ذلك، الله غني عن عبادتكم. ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه، الشح هو يعني أعلى درجات البخل، ليس بخل فحسب بل هو شح درجة أعمق. فالذي يوفقه الله عز وجل ويتوقع هو بعون من الله عز وجل الحرص والبخل الشديد على نفسه، لأن إذا عمل صالحا لنفسه، وإذا بخل فعلى نفسه. ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. قال: الذي يوقيه الله عز وجل هو يتوقع الشح والله يعينه على ذلك، فأولئك هم المفلحون. يعني من يتقي الحرص، الحرص مطلوب لكن على ما ينفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاحرص على ما ينفعك. لو حرص الإنسان على ما لا ينفعه صار هذا مذموما، لو حرص على ما فيه مضرته، ما فيه إثم، هذا على نفسه مذموم. لكن يحرص على النافع. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جماعة الكلم قال إيش؟ قال: فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. شوف كلمات مختصرة لكنها مرتبة. ها ماذا قال؟ احرص، احرص، خليك حريص مش مفرط. قيده فقال على ما ينفعك. طيب لو الانسان حريص على الشيء النافع لن يتمكن ما لم يعنه الله. قال: واستعن، اطلب العون من الله عز وجل، اللهم عنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك. فلا بد من الحرص، ولا بد ان يكون على ما ينفع في الدين والدنيا، ولا بد ان يكون مع الاستعانه بالله عز وجل. ولا تعجز، يعني لا تدع شيء انت قادر ان تتمه، حتى يقول إيش: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. تقدر
ائت به، واضح؟ فذا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون يعني هو الظفر بما ينفع والنجاة، يعني الظفر بالمطلوب والنجاة من المهروب، هذا الفلاح، قد أفلح المؤمنون. وأعظم فلاح هو أن ينال الإنسان رضا الله عز وجل ويدخل جنته وينظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال ومن يتق الله حرص نفسه فأولئك، أو حرص نفسه فأولئك هم الفائزون، المفلحون الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه. ثم قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. نعم، قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة. إن تقرض الله قرضا حسنا، القرض هو أن يطلب دينا. اليهود قال ربنا استقرض من عباده، إذن هو فقير، فقال ماذا قالوا؟ ها، إن الله فقير ونحن أغنياء. شوف، لكنهم بكفرهم بالله عز وجل قالوا هذا الكلام. وإلا ربنا جل وعلا إنما سماه قرضا، لماذا؟ لأن حق المقترض أن يؤدي ما اقترضه، والله لا يخلف الميعاد، فما أمر عباده أن يتصدقوا به جعلوا على نفسه كالقرض الذي إيش لابد أن يوفيه لأصحابه. هذا شيء عظيم. فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا، والقرض الحسن هو أن يكون خالص لله عز وجل وأن يكون طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لو تصدق أحد بخبيث فلا يقبل الله منه، ولكن لو تورط بالخبيث وتاب إلى الله عز وجل فإنه يتصدق به تقربا إلى الله، ولا تخلصا من الإثم؟ تخلص من الإثم، ما في أجر من وراء، لكن حتى يسلم من الإثم. فأما القرض الحسن هو أن يخلص لله عز وجل بالعطاء وأن يكون من كسب طيب. لو أقرض الله قرضا حسنا فإن الله يضاعفه، يعني يعطيه من الأجر أضعاف مضاعفة، حتى أنه لا يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى وسعته، والله واسع عليم. واضح؟ إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وهذا من صفات الله عز وجل، اسمه الشكور واسمه الشاكر، وهذا فيه عجب عجاب. فإن الله عز وجل هو الذي يرزق العباد، وهو الذي يرسل الرسل، وهو الذي ينزل الكتب، وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يعين العبد على الشكر والطاعة والاستقامة. فإذا فعل ذلك شكره الله، يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل كان العبد أصلا أن يحسن لولا الله عز وجل؟ من الذي خلقه؟ الله عز وجل. من الذي رزقه؟ الله عز وجل. من الذي أنزل كتابا؟ الله عز وجل. من الذي أرسل رسولا؟ الله عز وجل. من الذي أمر بالشكر؟ الله عز وجل. من الذي يعين على الشكر؟ الله عز وجل. من الذي يقبل الشكر؟ الله عز وجل. فإذا شكر العبد زاده الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. كل ذاك من آثار اسمه الشكور والشاكر، الشكور والشاكر، فإن الله شاكر عليم. وهو جل وعلا حليم، من حلمه أنه لا يعاجل العقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. طيب، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نعم، عالم الغيب. قال الله سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر. نعم، عالم الغيب ما غاب على الحواس، إما لا يرى ولا يسمع ولا يشم ولا يلمس ولا يتذوق، هو غيب، صح؟ والشهادة ما هو مشاهد، يعلم الله هذا وهذا، والله عز وجل عنده الغيب كالشهادة، لا فرق، ما تخفى عليه خافية، الغيب عنده كالشهادة. لكن ما غاب بالنسبة لكم هو بالنسبة جل وعلا به إيش؟ عليم. فهو عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما هو غائب وما هو شاهد، فهو عالم وعليم وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. العزيز
العزيز الذي لا يغلبه أحد. العزيز له معاني منه إيش؟ أنه لا يغلب أحد. الحكيم، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. الله عز وجل يقرن كثيرا في كتابه، ذكرناها مرارا، بين العزيز والحكيم لبيان ماذا؟ أن عزته بحكمة، ليست بطش بلا حكمة، عبث بالظلم باللعب، لا، عزة بحكمة. وحكيم لا لأنه ضعيف، فيضطر الضعيف يضطر ماذا؟ استعمل الحكمة وضبط النفس، مو حاصل له شيء يسوي، لأنه أصلا ضعيف، فلازم استعمل ضبط النفس والحكمة، لأنه لكن ربنا جل وعلا ماذا يا أخوان؟ عزيز بحكمة وحكيم بعزة. فيقرن كثيرا في مواضع من كتابه بين العزيز والحكيم لبيان أن عزته لحكمة وأن حكمته بعزة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.